نهر دجله. نهر دجله وفرات. رغم انه العراق كان يمر بظروف صعبه، بظروف الحصار في وقتها، يمكن الجمهور الكريم شويه ما يعرف لانه صار اجت في وقت ظروف الحصار. هي بصراحه لان نقطه مهمه نسيت تذكرها، انه انا تعرضت الى مرض خطير بوقتها في العراق لما رجعت من ليبيا لظرف طارئ، فهي اصرت ان تجيب لي الدواء من الجزائر، فكانت السبب في انقاذ حياتي في هذا هو الحب الجزائري والعربي والعراقي. الله الله الله، جزائرية فحلات. سبحان الله لما دخلت هي وعائلتها رأسا علامات المرض راحت، بدأت تزور وجابت لي دواء جزائري معها. وجهها كانت شركة الأدوية الجزائرية مشكورة. لا هي مشكورة أول شيء.